السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنا رانا في ولاية عنابة. عنابة هنا لا دايرة وين؟ عين الباردة. عين الباردة. صح. هنا حنديروا عملية تعقيم في مناطق الظل. أعطيني اليوم فهمني الأوبيراسيون راح نديروها إن شاء الله. العملية هذه يعني تقوم بها مديرية الشباب والرياضة لولاية عنابة بالتنسيق مع الحركة الجمعوية الشبانية الفاعلة. العملية هذه انطلقت منذ انطلاق هذه الجائحة وتشمل جميع البلديات. اليوم دخلنا بلدية عين الباردة اللي فيها يعني دار بها عدد معتبر من مناطق الظل. حابين نسلط الضوء على العملية هذه، كيفاه تتم، كيفاه تدير، مدى احترام التدابير الوقائية في المناطق هذه، ونستمع كذلك بعض انشغالات الناس اللي هنا في مجال الصحة العمومية. وشكرا. طيب يا مالا، احنا ما علينا غير نرافقوهم ان شاء الله لهذه المبادرة المليحة هذه، وحين يكون بلوس دي ديتاي حين تبعونا وراح نشوفوا. تبعونا. دوكا رانا في لوبيراسيون، هنا بدينا لوبيراسيون. هنا فهمنا استاذ. معكم السيد بودبوس فاروق رئيس جمعيه نشاطات الشباب لولايه عنابه. هذه العمليه تحت اشراف مديريه الشباب والرياضه. اليوم رانا في بلديه عين البارده مناطق الظل. اليوم جينا راهي عمليه تحسيس وتعقيم وتوعيه. نفرقوا لي بافات ومطويات، عندنا مطويات وعمليه تحسيس على المرضى ده، مرضى كورونا. وزيد تهضر جمعيه واحده اخرى. هنا رانا جمعيه واحده اخرى. معكم رئيس جمعيه ابداعات الشباب عنابه. احنا دائما نتواصلوا في ضمن اطار عمليه التضامنيه والتحسيسيه التوعويه وتحت اشراف والي ولايه عنابه مديريه الشباب والرياضه. رانا في اليوم في عمليه التحسيس والتوعيه، نوزعوا ان شاء الله المطويات والملصقات على التباعد بالنسبه لارتداء الكمامه. صح. التعقيم ونتواصلوا معهم ان شاء الله. نزيدوا ثاني جمعيه واحده اخرى. جمعيه معك سيده بن حامد حوريه رئيس جمعيه ترقيه وتطوير نشاطات الشباب والطفوله المستقبل لولايه عنابه. اليوم جينا نعمل توعيه تحسيسيه ونوزعوا كمامات في مناطق الظل كالعاده. على كل حال اللي بدينا من 17 مارس في الكمامات والتعقيم وبرشا ديزاكتيفيتي بوكو داكتيفيتي، وما نسيناش مناطق الظل خاصه بدينا بها وان شاء الله حتى وما نحبسوش حتى ان شاء الله تكمل علينا وربي يرفع علينا الوباء. انا ثاني جمعيه واحده اخرى. نعم، انا رئيس المرصد الخيري ومكلفه بتنظيم في الجمعيه الولائيه لحمايه الطفوله والشباب. جينا اليوم بدورنا باه نوزعوا الكمامات على هذه مناطق الظل، وبدورنا نديروا عمليه تحسيس وتوعيه على كوفيد 19. بيض علي رئيس جمعية العلم والاتصال فوكم عنابة. كمجتمع مدني ولا كجمعية شاركنا في مجتمع مدني هذا اليوم الجمعة باه نجيو للمناطق الظل هذوما، المناطق هذه المحرومة، باش نوعيوهم ونزودوهم ببعض الكمامات وسائل التوعية والتحسيس من داوى كوفيد 19 ونقفوا معاهم ونكونوا سند لهم، ما ننسوهمش لانهم حتى هما محتاجين باش نساعدوهم، باش نقفوا معاهم، باش نمدوا لهم يد المساعده. بالك راهم ناقصينهم، تنقصهم بعض وسائل النقل ولا وسائل المعلومات ولا اي حاجه باش هكذا تكون تضامن بين افراد المجتمع كامل. وشكرا مستر. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، نحن نادي رياضي ونادي الابداع العلمي على مستوى جامعه بجي مختار كليه العلوم، ومجموعه من الشباب قمنا بتطويع وبتطوع وعمليه تحسيس والتعقيم على مستوى المؤسسات التربويه مثلا الابتدائي المتوسطات والثانويات، ونقوم بالمناطق وزياره مناطق الظل خاصه المحتاجه الى الدعم في مثل هذه الجائحه، ونتمنى رفع الوباء علينا. ان شاء الله. دوكا احنا رانا شفنا ابيبري تبارك الله، هنا راه كاين بامال جمعيات تبارك الله، حركات جمعويه مليح. دوكا ما علينا ان شاء الله غير الانطلاقه ونتكلوا على الله. دوكا الميدان نتكلوا على الله.